طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. سالم الجميلي والذي عمل 24 عاما في مخابرات الرئيس صدام حسين لصحيفة الشرق الأوسط، خطط جهاز لاغتيال بوش وتفجير سفينة لإغلاق قناة السويس وكيف استشهد الطيار الجبوري، مدير شعبة أمريكا في مخابرات حزب البعث العربي الاشتراكي يفتح للشرق الأوسط دفاترها الجزء الرابع، حاوره غسان شربل. لم تكن المرة الأولى التي يحاور فيها ضابط المخابرات، وأعرف هذا العالم المعتم بالظلال والقسوة والضربات القاتلة. لم يكن جهاز المخابرات العراقي يتساهل أبدا مع من يصنفهم في خانة الأعداء، ويمكن القول إن النظام كان خائفا ومخيفا، وفي مخاطبة أعداء الداخل والخارج كان يمارس عنفا صارخا ومدويا. أصابتني روايات سالم الجميلي مدير شعبة أمريكا في المخابرات العراقية بنوع من الذهول، لن أشرح الأسباب وأفضل أن أتركه يروي. شخصيات عراقية من أعداء الحزب والثورة كانوا من الأطراف الرئيسية المشاركة في ثورة 17 تموز عام 1968، الذين أبعدهم صدام حسين بعد 30 يونيو تموز من الشهر نفسه واستقروا خارج العراق. هكذا اختيلة حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع السابق الذي اختيل في الكويت عام 71، وعبد الرزاق النايف رئيس الوزراء بعد عودة البعث في السلطة الذي اختيل عام 1978 في لندن. كذلك محاولة اغتيال الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء بعد إطاحة البعث عام 1978 من قبل ضابط العمليات ميم جيم. في الواقع كانت العملية ما نسميه تهشيم رأس بأمر من رئيس صدام حسين شخصيا وليست عملية اغتيال، لأن المهاجم استخدم الفأس ولم يستخدم السلاح رغم توافره في محطة المخابرات في لندن. والحقيقة أن المنفذ يمتلك من الشجاعة والقدرة على تنفيذ مهامه بشكل دقة أو بشكل دقيق، إذ لم تسجل عليه أي حالة من الفشل خلال مسيرته العملية، ولم يكلف مهمة ويغادر المكان دون أن يسلب روح الضحية. التحول الكبير الذي طرأ على عمل المخابرات في مجال العمليات الخاصة بدأ منذ اندلاع الأزمة مع إيران بعد مجيء الخميني إلى السلطة عام 1979. سعى الجهاز بمرور الوقت إلى تطوير قدراته الدفاعية في مجال مكافحة العمليات والتخريب أولا، ثم توافرت خبرات ممتازة في مجال الهجوم سواء في عمليات الاغتيال أو استخدام المتفجرات أو المواد السمية. في عام 1980 انتهجت إيران الخمينية سياسة تصدير الثورة، وترافق سلوكها العدائي مع جملة من العمليات الإرهابية داخل الأراضي العراقية وعلى الحدود بهدف تقويض نظام الحكم. استشعر جهاز المخابرات الخطر القادم من إيران، لذلك سعى بسرعة إلى تطور قدرات شعبة المتفجرات في مديرية العمليات الخاصة، وطلب من مركز البحوث الفنية الذي أشرف على تأسيسه الدكتور نعيم العظاظ العمل على توفير المعدات الفنية الخاصة بالمتفجرات، سواء كانت أجهزة توقيت أم أجهزة تفجير اللاسلكي التي استوردها من الخارج، وأصبح الجهاز قادرا على الرد على إيران. في اجتماع عقد بناء على دعوة من مدير الجهاز برزان التكريتي، فوجئ المشاركون بشخص تحدث اللهجة المصرية. علمنا لاحقا أنه الدكتور عبد المنعم محمود أحمد الخبير في مجال البحوث الكيميائية والبيولوجية، وأنه يشغل منصب المستشار الفني لمدير الجهاز. وفهمنا أن الرجل هو المسؤول عن تطوير الأبحاث في مجالات عدة منها المواد السمية والكيميائية، إضافة إلى إشرافي على كادر التصنيع الخاص بالعبوات المتفجرة. واتضح أن انضمامي إلى جهاز المخابرات لم يكن في إطار التعاون الاستخباري المصري العراقي، إنما ورد اسمه خلال زيارة لوفد من وزارة الدفاع إلى مصر للاستعانة بخبرات مصريين لتطوير قدرات الجيش في السلاح الكيميائي. خلال المباحثات لفت المصريون انتباه الوفد العراقي لوجود مجموعة من الأساتذة الجامعيين من مصر يعملون في الجامعات العراقية، ويمكن إفادة من خبراتهم
وأشاروا إلى أن اسم الدكتور عبد المنعم، وكان الرجل يمتلك إمكانات فذة، وسبق له أن عمل في الجيش المصري ووصل إلى رتبة لواء، كما شغل منصب مدير مصنع كيميائي في مصر. أسس الدكتور عبد المنعم المختبرات الخاصة بجهاز المخابرات في منطقة سلمان بارك بالتعاقد مع شركات سويسرية وألمانية، كما أسس مديرية البحوث الجنائية التي لعبت دورا بارزا في حسم معارك شرق البصرة عام 1981، وحظي بتكريم من الرئيس صدام حسين بسيارة مرسيدس. في عام 1986 تم تأسيس مشروع الغافقي الذي انتقلت إليه مهام تصنيع المواد المتفجرة تحت إشراف الدكتور عبد المنعم وبمشاركة فنيين فلسطينيين. استمر عبد المنعم في العمل في جهاز المخابرات إلى فترة متأخرة، وقد اعتقلته القوات الأمريكية بعد الغزو ومات في السجن. وقد استفاد الجهاز أيضا من خبرات فلسطينية بموافقة الرئيس الراحل ياسر عرفات. كان لابد من سؤال الجميلي عما ذكر في عام 1993 عن عملية أعدت المخابرات العراقية لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إبان زيارتي للكويت، وها هو يؤكدها ويحكي تفاصيلها كاشفا عن العملية كانت تتضمن تفجير سيارة يتبع هجوم انتحاريين يرتدون سترات ناسفة. عندما علم جهاز المخابرات ببرنامج زيارة بوش الأب إلى الكويت، رفع الجهاز إلى الرئيس اقتراح الموافقة على تنفيذ عملية انتحارية تستهدف قتل الزائر في مدينة الكويت، وكان الغرض من العملية معاقبة بوش على ما على فعلته أمريكا في عهده بحق العراق وجيشه. كانت الخطة تقضي بتفخيخ سيارة لاند كروز مع 4 أفراد جميعهم يحملون أحزمة ناسفة، 3 منهم من مديرية العمليات الخاصة وآخر من الكويتيين البدون، وكانت مهمتي دليلا في الصحراء لتهريب السيارة والمنفذين وإدخالهم إلى الكويت. كان من المقرر أن يتم تفجير السيارة عن بعد بهدف تعطيل الموكب وإرباكي، ومن ثم تنفيذ المرحلة الثانية من الهجوم بأحزمة الانتحاريين الناسفة. قام مشروع الغافقي ميم 16 بتفخيخ السيارة باستخدام 100 كيلوغرام من المتفجرات وإخفائها بطريقة لا يمكن كشفها، وبهدف التأكد من دقة إخفاء المتفجرات وعدم كشفها، عرضوا السيارة على أكثر من معرض للسيارات في بغداد لفحصها وتحديد ما إذا كانت تعرضت لحادث أو وجود آثار تعديلات أجريت عليها أو أي إصلاحات، وبعد فحصها أقروا بسلامتها. كان مقررا إدخال السيارة إلى الكويت بعد المرور بدول خليجية، وهي وصلت فعلا إلى الكويت ارتبك أحد المنفذين وأبلغ السلطات الكويتية وتم اعتقال جميع المشاركين وفشلت العملية. كان رد الفعل الأمريكي مهاجمة مبنى المخابرات ب 22 صاروخا بعيد المدى في يونيو حزيران 1993. أعدت المخابرات العراقية أيضا خطة لتفجير سفينة مفخخة في قناة السويس بهدف تعطيل الملاحة فيها، وها هو الجميلي يسترجع القصة. تعتبر قناة السويس الممر الرئيسي لمرور قوات التحالف الدولي إلى منطقة الخليج العربي، لذلك تم إعداد مخطط لإغلاق القناة من خلال تفجير باخرة محملة بالحديد السكراب والأسمنت في منتصف قناة السويس لمنع مرور القوات الأمريكية فيها. تم شراء الباخرة من ميناء بومباي في الهند من قبل دائرة المشاريع في جهاز المخابرات بإشراف مدير الشعبة سين عين تا. كان من المقرر تحميلها بالأسمنت من ميناء عدن في اليمن، حيث تواجد الفريق المخابراتي المكون من 14 ضابط بينهم ضابط انتحاري من دائرة العمليات الخاصة. وكانت الخطة تقضي بوضع 100 كيلوغرام من المتفجرات شديدة الانفجار في مكان يؤدي إلى إغلاق السفينة فورا وسط القناة. استكملت كل مراحل التخطيط في ميناء عدن بإشراف ضابط المخابرات حا كاف حا، وكان يحمل اسما مستعارا هو سعد عبد العزيز.
أشير هنا إلى أن الضابط الانتحاري قد ترك وصية تتعلق بالاهتمام بعائلته المكونة من زوجته وابنته في حالة استشهاده، إلا أن مدير الجهاز أعطاه حق القفز في مياه القناة لحظة التفجير والتوجه إلى السفارة العراقية في القاهرة التي تسلمت أمرا باستقباله وتسفيره فورا إلى بغداد، ووضعت خطة كي يكون الضابط في نقطة تسمح له بالقفز سالما في لحظة الانفجار. لم يكن أسمد متوافرا في اليمن، لذلك جرى تحميل السفينة بكميات كبيرة من الحديد السكراب، وكان ذلك من أسباب تأخره عن التحرك في الوقت المحدد. قبل يوم مغادرة السفينة باتجاه قناة السويس أمر الرئيس صدام حسين بوقف العملية، ونظرا لعدم وجود اتصالات بين بغداد والخارج اضطر أحد ضباط المخابرات خائشين إلى السفر إلى عمان لتأمين الاتصال بالمسؤول عن العملية في عدن، والطلب إليه إعادة الباخرة إلى الميناء في حالة كانت انطلقت منه، وذلك لأسباب تتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف النار والتزام العراق بإيقاف كل العمليات العدائية والإرهابية في الخارج. ولحسن الحظ كانت السفينة ما زالت في ميناء عدن، ولو نفذت العملية لترتب على العراق دفع تعويضات بمليارات الدولارات. بعد صدور أمر بإيقاف العملية كانت المهمة الأصعب هي نزع المتفجرات من الباخرة والتخلص منها في البحر وأفراغها من الحمولة وتغيير اسم الباخرة، وقد استلزم ذلك نحو 6 أشهر. كان قبطان السفينة يونانيا وطاقمها هنديا، لكنهم لم يعرفوا ما يدور على السفينة. في 2003 وقبيل الغزو الأمريكي للعراق وضع جهاز المخابرات بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية خطة للهجوم على حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز في مياه الخليج باستخدام طيار انتحاري يقود طائرة من طراز ميك 25، وبسبب قدرات القوات الأمريكية على تعطيل كل القواعد الجوية تم نقل الطائرة الانتحارية من القاعدة إلى مكان خارجها، ووضعت في شارع عام مخصص للسيارات قرب قاعدة بلد الجوية. تم التأكد نظريا من قدرة الطائرة على الإقلاع من المكان، لكن حين حاول الطيار الإقلاع وقبيل 2 ثانية من ارتفاعها لامس إطارها الخلفي حافة الشارع، مما أدى إلى احتراقها واستشهاد الطيار الجبوري وفشلت العملية. انتظرونا في الجزء 5 وتقبلوا منا أجمل التحيات.